قلت له تخاف انا مدرس ولم بيحنني يوما كتبت على جدار الصف بعد الدرس الله سوريا حرية وبس مساء جاني ألف من الجنود والحرس وساقوني وجروني ليرموني بذاك الحبس وأي الحبس وأغم أنا ما بدت يوم خارج المنزل أمي دائما كانت تفقدني أغمض دائما عيني لأكسب لمسة منها بكفنا أهدينا أملس رموني في ظلام الحبس يا أمي لأيام من القاتل والسارق والغصب وألفاظ بعمري ما سمعت بها وأنواع من التعذيب من نجس ومن أنجس دمائي ما سجد دمعي وما من رحم من أمي ولا من أنس ظافري أمي فهل تنمو كما الزيتون والأزهار والنرجس واصيلة بعمري ما سمعت بها إذا التقينا بالرسول حنقول إيه حنقول يا الدفا شفت إيه أما قرى حنقول يا ولبش الدب الحذر والشمس تشهد والحمر صبرنا على حكم الأدب حنقلوي 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 أنا كنت نايمة في غرفتي بحلم وحلمي بلعبتي أنا كنت نايمة في غرفتي بحلم وحلمي بلعبتي بضحك ولا